السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده انا جايبه كميه من الرمان علشان اوريك ازاي تقدري تقشريه بكل سهوله بطريقه سهله جدا جدا. وانتوا عارفين فوائد الرمان طبعا كتير جدا، ليه استخدامات كتير، في ناس كتير بتحطه على السلطه، ناس بتعمله عصير، يتحط على سلطه الفواكه، جميل جدا يعني. فالنهارده هنعمل مع بعض الطريقه اللي هقول لكم عليها دي. كمان اول حاجه بنجيب الرمان طبعا يكون شكله ولونه كمان محمر كده وحلو، ما تكونش القشره بتاعته اللي هي الفاتحه البيضه دي. دي ان شاء الله نلاقي جواها القلب بتاعها، واصلا الرمان بيبقى واخد لونين اتنين، لون احمر ولون مبيض شويه، والاتنين سبحان الله لهم فوائد. ان شاء الله هعمل لكم فيديو على فوائد الرمان واتكلم معاكم شويه على الرمان ده. النهارده بس هوريكم الطريقه اللي انا هعمل بيها اللي انا هقشره ازاي، وطريقه سهله جدا. واول حاجه بجيبها طبعا بتجيب الرمان وننقعه في ميه ونغسله عشان بيبقى فيه اتربه طبعا من الجو، لانه موجود في الشارع فبيبقى فيه اتربه كتير جدا، فبننقعه في ميه الاول ونغسله كويس جدا ونسيبه يتصفى، وبعد كده نقشره مع بعض. هبدا ايه نعمل مع بعض، ناخد واحده كده. طريقته سهله جدا، هتاخديه من فوق كده جزئيه جزئيه كده، اهو كده من عند راس الرمانه كده من فوق اهو، ونفتحها بالراحه خالص. بسم الله، شايفين الرمان يا جماعه؟ ادي واحده اهي عملناها بكل سهوله. لسه هكمل معاكم برده، نفتح بس واحده كمان. بسم الله اهي كده زي ما بنقول، يا رب الطريقه تكون واضحه قدامكم بالراحه جدا طبعا علشان ما نبوظش الحب بتاعه. اهو كده بالسكينه يعني تكون صغيره عشان ما تجيبش سكينه كبيره وتقدري تشتغلي بيها كويس. كده تمام، خدناها كده كلها. شايفين الرمان ما شاء الله كمان حلو جدا اليومين دول، جميل بصراحه. نمسح بقى حوالينا كده عشان ما نبهدلش برده الدنيا. كده تمام تمام. هنعمل ايه بقى تاني؟ هنفتحها من هنا، قصدي هنقطعها كمان من هنا الجزء اللي تحت ده اهو، ونبدا بقى. هي اصلا مضلعه من الجوانب كده سبحان الله، يعني الرمان يعني اللي يشوف قدرة ربنا في كل شيء، الفصوص بتاعته مرصوصة جنب بعضها رص كأن حد رصصها سبحان الله، يعني سبحان الله العظيم. هنبدأ بقى بالسكينة نعمل كده بالراحة، نفتحها كده اهي. انا بعمل برضو كمان في البرتقال نفس الطريقة كده كمان اهو، بس كمان واحدة. ونبدأ بقى نعمل ايه؟ بسم الله بالراحة كده واحدة واحدة عشان ما نبهدلهاش مع برضو اهي. بسم الله نبدأ نسلكها كده واحدة واحدة من الحب، من القشرة واحدة واحدة اهي. هعملها لكم بطريقتين برضو. شايفين كده؟ اللي هو البذر الابيض ده نشيله بس، اللي هو القطع البيضة اهي. عملنا دي واحدة، دي طريقة، والطريقة التانية هنعملها برضو كده اهي. دي كده، وهنبدا بقى نعمل ايه؟ نفصصها كده بالراحه خالص. كده اهي،
شايفين يا جماعة طريقة سهلة جدا، لازم بس نتعامل معاها بحذر علشان ما تبهدلش مننا. وناخد بقى القلب الابيض اللي فيها ده كده وشلناه اهو، وكده فتحناها اربع تربع. ودي طريقة تانية برضو اهي، هعمل معاكم واحدة كمان. واحدة كمان برضو اهي كده، داير داير كده ونشيلها، سهلة جدا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، شايفين الرمان يا جماعة وجماله، يعني حاجة سبحانك يا رب. ونبدأ بقى نسلكها كده برضو اهي من هنا ونفتحها، سهل جدا. دي طريقة، دي اسهل طريقة ان انت تفصصي بها الرمان من غير ما تبهدلي التاني كده. تمام اهي، ونفتحها كده نربطها اهو، وناخد القلب الابيض بتاعها اللي في الوسط ونشيله بس كده. وبكده الرمانه كلها تبقى ما فيهاش اي حاجه، اتفصصت بكل سهوله كده اهو. نشيل دي، دي هبعدلها برده بعدين، هي اصلا عشان فيها ابيض كده فيها كتير ابيض، يعني دي هبعدلها بعدين وافصصها برده. خليها دلوقتي كده في ناس برضو بتعمله بطريقه تانيه، ان هي بتقعد تخبط عليه كده لحد ما ما ينزل البذور اللي فيه دي كلها، البذره بتاعته كلها في قلب الطبق. سهله برضو اي حاجه اعمليها. نعمل واحده كمان اهي زي ما انتم شايفين كده. الرمان ده يا جماعه فوائده جميله جدا اهو، شايفين ما شاء الله. نفضل برضو حوالينا كده، نبدا بقى نفصصها برضو اهي. سهله جدا جدا كده، نشيل برضو اللي في الوسط دي بس. ايه رايكم بقى في الطريقه اللي انا قلت لكم عليها دي؟ كده خلاص تقدري تقدميها بقى في الطبق وتاكلي منها براحتك جدا. اتمنى يكون الفيديو الخفيف ده كويس وعجبكم، الفيديو بتاع النهارده بتاع تقشير الرمان. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش في اللايك، واللي مش مشترك عندي في القناه يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامه.